بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، واخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمائنا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وما زلنا في أحكام النكاح، ووقفنا على قوله: ثم شرع المصنف في بيان الخطبة بكسر الخاء، وهي التماس الخاطب من المخطوبة النكاح، فقال: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة عن وفاة أو طلاق باهن أو رجعي، والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح، كقوله للمعتدة: أريد نكاحك. ويجوز إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي أن يعرض لها في الخطبة وينكحها بعد انقضاء عدتها، والتعريض ما لا يقطع بالرغبة في النكاح بل يحتملها، كقول الخاطب للمرأة: رب راغب فيك. أما المرأة الخلية عن موانع النكاح وعن خطبة سابقة، فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا. والنساء على ضربين: ثيبات وأبكارا. والثيب من زالت بكارتها بوطئ حلال أو حرام، والبكر عكسها. فالبكر يجوز للأب والجد عند عدم الأب أصلا أو عدم أهليته إجبارها، أي البكر، على النكاح إن وجدت شروط الإجبار، بكون الزوجة غير موطوئة بقبل، وأن تزوج بكفء بمهر مثلها من نقد البلد. والثيب لا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها نطقا لا سكوتا. نشوف بقى شرح الشيخ البيجوري على هذا الكلام. يقول: ثم شرع المصنف في بيان الخطبة بكسر الخاء، ويسن خطبة بضم الخاء قبل خطبة بكسرها، وخطبة أخرى قبل جوابها، وأخرى أيضا قبل عقد. كل دي خطب بتتقال في أثناء الزواج. خطبة لما يروح يطلب إيدها، طلب إيدها، ده اسمه خطبة، لأنه بيتكلم، يبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعدين بعد ذلك يقول: جئت طالبا يد كريمتكم، كويس، أو راغبا في زواج بفلانة ابنتكم، أدي خطبة، كويس. وخطبة أخرى قبل جوابها، يعني قبل إجابة الولي الزوجة هيجاوب، لما يقول له طلبت يد كريمتكم، الثاني يحمد الله ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له مثلا: قبلنا ذلك، أو وجدناك كفءا، أو شيء من هذا. دي برضه اسمها الإجابة بقى. وبعد كده قبل العقد، وده اللي بيقولها تملي المأذون، بيقول تملي خطبة قبل العقد. يبقى في ثلاث خطب هنا بتتقال. جزاكم الله خير.
ويسن خطبة بضم الخاء قبل خطبة بكسرها، وخطبة أخرى قبل جوابها، وأخرى أيضا قبل عقد، فيحمد الله الخاطب ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله تعالى، ثم يقول: أما بعد، فقد جئتكم خاطبا كريمتكم أو فتاتكم. ثم يخطب الولي كذلك، ثم يقول: أما بعد، فلست بمرغوب عنك، أو نحو ذلك. وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد ولو من الأجنبي كالفقيه اللي هو المأذون، يعني لأن المأذون هو اللي بيجري الخطبة في الغالب. يعني يعني انت لا يرغب عنك، يعني لا ترفض، يعني كأنه بيقول له ان احنا موافقين. كويس، ما هو مرغوب عنه يعني ايه؟ يعني لا، غير مراد، لست بمرغوب عنك، عنا يعني ايه؟ لا انت مراد عندنا، يعني دليل على الإجابة يعني. ولو من الأجنبي كالفقيه، وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد ولو من الأجنبي كالفقيه الذي يعقد العقد. ولو خطب الزوج بين الإيجاب والقبول خطبة قصيرة عرفا صح النكاح، لكنها لا تسن، بل يسن تركها، كما صرح به ابن يونس، وإن قال الرافعي وتبعه النووي أنه تسن. يعني تملي الإجاب، يجي ولي الزوجة يقول له: زوجتك ابنتي، فالتاني يقول إيه؟ قبلت. يقول لك: لا، ده ممكن كمان يخطب. أما يقول له: زوجتك ابنتي، يقول: الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني استخرت الله وقبلت زواجه. كويس؟ يقول لك: طالما مش هتبقى فاصل طويل ما تضرش، طالما مش فاصل طويل عرفا. وان كان الشيخ البيجوري بيقول لك: لا يسن حتى لا يكون هناك فاصل بين الإجابة والقبول اصلا، الا ان الامام الرافعي والامام النووي قالوا: لا يسن على الا تطول. واضح يعني فيها ايه خلاف، اللي هي خطبه الزوج بين قبل الإجابة. ولو خطب الزوج بين الإجابة والقبول خطبه قصيره عرفا، لازم تبقى قصيره عرفا. طب لو طالت، نرجع تاني، واخد بالك، يعيد تاني الإجابة ويعيد تاني القبول بغير فاصل، لأن حتى لا توحي بإعراض أحد الطرفين عن العقد. يبقى لازم قصيرة، وحد القصر إيه؟ العرف. يبقى حد القصر متروك للعرف، لأن احنا عندنا العادة محكمة، يعني ما فيش عدد معين من الكلمات نقول مثلا انه لو زاد عنه تبقى طويلة ولو قل منه يبقى قصيرة، لا، دي متروكة للعرف. يبقى تحديد القصر والطول متروك للعرف. ممكن الاسئلة تبقى في اخر الدرس، لان ممكن تلاقي الاجابات اثناء الدرس. ممكن. والقبول: ولو خطب الزوج بين الإجابة والقبول خطبة قصيرة عرفا صح النكاح، لكنها لا تسن. طب ليه لا تسن؟ بل يسن تركها، كما صرح به ابن يونس، علشان الفاصل ده يوحي بالإعراض، وإحنا مش عايزين في العقد يحصل التباس، أنا عايزين العقد يبقى واضح، إجابة وقبول واضح بلا احتمال إن أحدهما أعرض عن الآخر. وإن قال الرافعي وتبعه النووي أنها تسن وعليه فيسن في النكاح، على كلام الرافعي بقى وكلام الإمام النووي هيبقى يسن في النكاح أربع خطب، الثلاثة اللي قالهم الأول، ونحط دي كمان معاها على قول، وعشان كده وعليه، أي وعلى كلام الرافعي والنووي في استحبابها، اللي هي بين الإجاب، بين الإجاب والقبول، فيسن في النكاح أربع خطب:
خطبة قبل الخطبة وأخرى قبل جوابها. الخطبة اللي قبل الخطبة تبقى من الإيه؟ من الزوج، وأخرى قبل جوابها هتبقى من الولي، وخطبة قبل العقد هتبقى من الفقيه اللي بيجري العقد، وأخرى قبل القبول هتبقى من الزوج. واضح؟ والراجح أن هذه لا تسن. يبقى الإمام البيجوري، الشيخ البيجوري، رجح كلام ابن يونس أنها لا تسن لأنها قد توحي بالإعراض اللي هي الخطبة الأخيرة. والراجح أن هذه لا تسن بل يسن تركها كما علمت. قول وهي، وهي تعريف لإيه؟ للخطبة، أي لغة وشرعا كما قاله الشبر من لسي. لا، هي أوجه الرفع من أصحاب الوجوه. كويس؟ والإمام النووي من أصحاب الوجوه. ليسوا هم أصحاب الوجوه فقط في المذهب، المذهب في أصحاب الوجوه كتير قوي، مجتهد المذهب عددهم كبير جدا، لكن دول من المشاهير. لا، الراجح اللي عليه الفتوى. الشيخ البيجوري لما يقول لك الراجح يبقى يقصد اللي عليه الفتوى، خلاص المعتمد يعني. عندك المواردي وعندك القاضي حسين والإمام الغزالي كتير، وابن سريج، يعني كتير أصحاب وجوه في المذهب مشهورين، بس علشان اشتهروا وصنفوا تصنيفات أصبحت مقررة في الدراسة في الفقه، لكن مش معنى كده أن هم لوحدهم. قول وهي أي لغة وشرعا كما قاله الشبر من لسي، منصوب طبعا لشبر من لس، دي قرية في دلتا مصر تبع المنوفية اسمه شبرا ملس، مش كده برضه؟ ولا تبع اليوبية؟ نسأل بقى. شبرا ملس دي تبع المنوفية ولا أظن تبع المنوفية. اسمها شبرا ملس. شبرا ملس منسوب إلى بلدي هي. وقوله التماس الخاطب، هي تعرفها إيه؟ التماس الخاطب من المخطوبة النكاح، أي طلبه. الالتماس هنا الطلب يعني. واستعطافه، والخطبة استعطافه علشان تملي الواحد اللي بيطلب بيد واحدة، بيطلب بلطف كده، مش بيقول جوزوني بنتكم كده وداخل، لا مش داخل بالدراع، فبيبقى فيها نوع من اللطف يعني. خدت بالك؟ الشغل يعني واد بلطجي رايح ايه يطلب بقى الخطوبة ومطلع القطن المطو والقرن الغزال. يبقى طلبه واستعطافه، والخطبة مأخوذة من الخطب، يعني مصدرها متاخدة من الخطب وهو الشأن، لأنها خطب من الخطوب، لأنها شأن من الشؤون يعني الهامة، وشأن من الشؤون. وقيل جاية من الخطاب. هل هي جاية من الخطب ولا من الخطاب؟ تحتمل وتحتمل. جاية من الخطب لأنه هو ربنا قال على عقد الزواج ده ميثاق غليظ، وهو أمر ذا شأن، وبالتالي تبقى جاية من الخطب وهو الأمر الذي له شأن كبير يعني وواقع عظيم. أو إنها قيل من الخطاب، وقيل هنا توحي بأن ده ضعيف وهو الكلام، لأنها خطاب يجري بين الخاطب والمخطوبة. والحقيقة هو ما بيجريش بين الخاطب والمخطوبة، طبعا بين الخاطب وولي المخطوبة، لأن هنا المخطوبة إذا كانت ولاية إجبار فبتبقى مع الولي قولا واحد، ولو كان ولاية اختيار بيبقى مع الولي بعد، ولكن لا يجيب إلا بعد استشارة الثيب. وشرط الخاطب أن يحل له نكاح المخطوبة. طبعا الخاطب ده عشان يجي لازم يكون حلال إنه يتزوجها، ما يجيلهاش أخ لها من الرضاع ويخطبها ورارع معاه، ما يجيش مثلا واحد غير مسلم يخطب واحدة مسلمة، لأنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير مسلم. ما يجيلهاش مثلا واحد يكون من المحرمين عليها، زي أخوها، زي خالها، زي عمها، كل دول ما ينفعوش.
زي من عقد على أمها ثم طلقها قبل الدخول. العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول على البنات يحرم الأمهات، وهكذا. فيبقى لازم يبقى إيه، يباح له أن يتزوج أولا، ما يجيلهاش واحد يخطبها وهو أصلا ذمته مشغولة بأربع، وهي بالنسبة له تبقى خمسة، ده لا يحل له، وهكذا. يبقى لازم يحل له. واضح؟ وشرط الخاطب أن يحل له نكاح المخطوبة، فلا تجوز الخطبة لمن في نكاحه أربع غير المخطوبة، كما قاله الماوردي. ومثلها خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته، يعني ما يجيلهاش واحد يخطبها ويكون متزوج خالتها أو متجوز عمتها أو متجوز أختها، لأن ما ينفعش يجمع بينهم. وقول من المخطوبة لو قال ممن له ولاية الخطبة لكان أولى، زي ما قلت لك الإيه في الشرح، كان أولى يقول من ولي المخطوبة، لأن تملي ما بيروحش هو للبنت يكلمها، ده بيروح لأهل البنت هم اللي يكلموا. وإن كان الوقت طبعا بيكونوا متفقين بدري بدري بسبب الاختلاط، وده ما يصحش، هذا لا يصح. ولو قال ممن له ولاية، ولاية الخطبة لكان أولى وأعم، كذا قال المحشي. ووجهه أن من له ولاية الخطبة يشمل المخطوبة والولي. وأجاب بعضهم بأن المراد بقوله من المخطوبة يعني من جهة المخطوبة، فيشمل ما ذكر. قوله فقال عطف على فقال عطف على شرع، ثم شرع المصنف فقال، فعطف فقال على شرع، كاتب كده في الأول ثم شرع المصنف في بيان الخطبة وبعدين فقال ولا يجوز، فالفاء دي حرف عطف معطوف عليه على قوله شرع الأولاني. قال قوله ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، التصريح بالخطوبة أن يقول أن هو يريد أن يتزوجها بوضوح كده، لفظ صريح. ما ينفعش يقول اللفظ الصريح ده الواحدة تكون مشغولة بعدة وفاة أو بعدة طلاق بائن أو رجعي. واضح؟ يعني ما يصرحش خالص، يحرم، يحرم تماما. طيب ولو عقد عليها بطل العقد. طب لو صرح وعقد عليها بعد انقضاء العدة يصح العقد مع الحرم. فهمت المسألة؟ يبقى لو صرح بخطبتها وهي مشغولة بالعدة فعقد عليها في عدتها يحرم ويبطل العقد. لو صرح في وقت العدة ثم عقد بعد انقضاء العدة يصح العقد مع الحرم. واضح؟ ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، أي فيحرم التصريح بخطبتها، ولا يصح العقد المرتب عليها إن وقع قبل انقضاء العدة، فإن وقع بعد انقضاء العدة فهو صحيح. ومثل التصريح بخطبة المعتدة النفقة في زمن العدة، يبتدي يبعت لها هدايا بقى وينفق عليها في زمن العدة، ده كأنه تصريح، لأنه واحد أجنبي عنها ليه بيصرف عليها يعني ومعتدة، أكيد تفهم منها إنه هو حاطط عينه عليه، يبقى كأنه بيصرح. فهمت؟ ومثل التصريح بخطبة المعتدة النفقة، فقد يكون التصريح باللفظ وقد يكون بالتصرف. التصرف بالنفق وباللفظ إنه يقول في زمن العدة كما يقع كثيرا فهو حرام. ولو أنفق على المخطوبة ولم يتزوجها رجع بما أنفقه حتى بالملح، ولو كان الترك منه، طبعا خلافا للملكية في الحتة دي، الملكية لو كان الترك منه
ما ياخدش حاجة جبرا لخاطرها، ولو كان الترك منها ياخد هو، واضح ده رأي الملكية. لكن الشافعي عندهم ما ياخد ايه، ياخد كل حاجة سواء كان الترك منه او منها. ولو انفق على المخطوبة ولم يتزوجها رجع بما انفقه حتى بالملح، ولو كان الترك منه او بموتها، ومحل رجوعه حيث اطلق او قصد الهدية لاجل النكاح. فان قصد الهدية لا لاجل النكاح فلا رجوع، يعني بيدي الهدية محبة كده. لكن لو قال الهدايا دي علشان ايه، ده علشان من اجل الزواج، يبقى كل هدية كانت من أجل الزواج ترد له. قوله عن وفاة أو طلاق بائن أو رجعي، تعريف المعتد ده بقى أنواع العدة، عدة عن وفاة أو عن طلاق بائن، بينونة كبرى أو صغرى. بينونة كبرى زي الطلقة الثالثة دي، بينونة كبرى. طب ما هي الطلقة الثالثة دي مش هتحل الزوجة أصلا، طب يعني ما يصرح، يقول لك لا ممكن تكذب في عدتها تستعجل وتتجوز علشان تغيظ جوزها اللي طلقها 3 مرات أو لأي أسباب أخرى. فهمت؟ لأن الغالب في النساء في المواضيع دي قليل الديانة، الغالب، وإن كان طبعا في محترمات كتير. فهمت؟ فالأحسن إن هو ما يقولش حتى ولو كانت بينونة كبرى. ليه؟ علشان تنقضي عدتها بصراحة، والصراحة راح. واضح؟ ما يجيش بقى إيه يعقد عليها وهي تكون استعجلت على عدتها خايفة لحسن يسافر، أصل هو إيه؟ مرتبط بعد عمل هيسافر، وهي عايزة بقى تخلص بسرعة تضمن. ما ينفعش الطريقة دي. يبقى طلاق بائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى، زي الخلع ده بينونة صغرى، أو طلاق عند القاضي بسبب الضرر ده بيبقى حتى ولو الطلقة الأولى طالما بمعرفة القاضي بحكم القاضي، أو الخلع فهو بينونة صغرى، يعني لا يستطيع أن هو يراجع، اسمها بينونة صغرى. أو رجعي، أو طلقها طلاق رجعي، يعني طلقها الطلقة الأولى أو الثانية. طب يرجع لها على طول. وهي في فترة العدة من الطلاق الرجعي ما زالت في حكم الزوجة، يعني لو مات هتورثه، ولو ماتت يورثها، يبقى لسه ليه سلطان، يبقى له أن يراجعها على طول بالقول أو بالعمل، يعني ممكن حتى يعني إيه ينام معها خلاص، يبقى اسمه راجعة، واخد بالك؟ أو إنه هو يقول لها باللفظ كده أنا راجعتك، ما ينتظرش منها موافقة، لأن هي ما زال سلطانه عليه. خلاص؟ ده الرجعي، الطلقة الرجعية. أي أو فسخ منها بعيبه أو منه، لأن أسباب إنهاء عقد الزواج إيه؟ إما الوفاة فتبقى معتدة وفاة، أو طلاق وتبقى بينونة كبرى أو صغرى أو رجعي، أو خلع أو فسخ. كده برضه دي أسباب يعني إيه؟ أسباب قطع عقد الزواج أو نقض عقد الزواج. دي ملوش طرق تانية غير كده. يا إما طلاق، يا إما خلع، يا إما فسخ. مش كده برضه؟ يا إما وفاء. الفسخ، الفسخ ممكن يكون بسبب عيب، أو اتضح بعد ما عقد عليها إن هي أخته من الرضاعة، ما كانش يعرف. فهنا يفرق بينهم، يفرق بينهم. صورة التفريق ده اسمه إيه؟ يفسخ العقد. فهمت؟ ما اسموش طلاق بقى، ولا اسمه خلع. واضح؟ أي أو فسخ منها بعيبه أو منه بعيبها، يعني تزوجته واتضح إن في عيب، طلع انه مكبوب الذكر مثلا او لا ينتصب له ذكر،
أو مثلا منتن الرائحة أقرب أو أي شيء يعني فيه حاجة مقززة وأثبتتها عند القاضي، القاضي ليه أنه هو يفسخ العقد، أو بعيب منها هي أن تكون رتقاء أو تكون فيها عيب من العيوب اللي هي تمنع من الاستمتاع بها، فالقاضي أنه هو برضو يفسخ العقد. فسخ؟ لا، النقاش في الطلاق، النقاش في الطلاق لان فيها مناقشه. والراجح ان الفسخ ليس طلاقا، اي او فسخ منها بعيبه او منه بعيبها او انفساخ كما في الرضاع او وطئ شبهه. نعم، لصاحب العدة أن يصرح بالخطة كما له أن يعرض به. صاحب العدة نفسه لأنه يصرح بقى بالخطة، صاحب العدة نفسه فهم؟ لأن بينه وبينها علق، فده اللي يصرح بالخطبة تاني ما يجراش حاجة. يعني هي خالعها مثلا فبقت بينونة كبرى، فيروح يصالحها وفات وقت العدة ويصرح ان هو يريد العودة مرة اخرى والزواج منها مرة اخرى وهكذا، فله ان يفعل ذلك. ليه؟ لانه صاحب العدة. نعم، لصاحب العدة ان يصرح بالخطبة كما له ان يعرض بها ان حل له نكاحها، كأن خالعها وشرعت في العدة فيحل له التعريض والتصريح لانه يجوز له نكاحها، فان كان طلاقه لها رجعيا لم يكن له التصريح والتعريض بخطبتها لانه ليس له نكاحها وإنما له مراجعته. لو كانت طلقة رجعية مش محتاج بقى يصرح، ولا هو ليه أصلا من حقه يراجعها من غير كلام، واضح؟ لأنه ليس له نكاحها وإنما له مراجعتها، لأن المراجعة دي ما اسمهاش نكاح جديد، إنما النكاح الجديد ده عايزة صيغة وعايزة يعني إيجاب وقبول وعايزة مهر وعايزة شهود وعايزة ولي، هنعمل الموضوع من أول وجديد، واضح؟ ويعزمونا تاني بعد ما عزمونا أولاني وحفلة، واضح؟ لأنه ليس له نكاحها وإنما له مراجعتها. نعم، إن نوى بنكاحها الرجعة صح لأنه كناية. لو قصد بكلمة يعني أريد النكاح يعني يريد الرجوع تبقى كناية، مش فاهم ما يجراش حاجة تصح، واضح؟ لأنه كناية فيها، فإن نواها به حصلت وإلا فلا. وأما من لا يحل له نكاحها كأن طلقها بائنا أو رجعيا ثم وطئت بشبهة وحملت من وطئ الشبهة، فإن عدت، لأن وطئ الشبهة ده لا يوصف بحل ولا بحرمة، كويس؟ فإن عدت وطئ الشبهة تقدم إذا كانت بالحمل ويبقى عليها بقية عدة الطلاق، فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها. بيدي لك أمثلة هنا، قال لك إن صاحب العدة له إن هو يصرح، بس مش كل صاحب عدة، صاحب عدة الوطئ بشبهة ما يصرحش ولا يحل ليه أصلا، واخد بالك؟ ويبقى عليها بقية عدة الطلاق، فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها مع أنه صاحب العدة، لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ لما بقي عليها من عدة الطلاق الأولاني. وبهذا تعلم ما في كلام المحشي من المؤاخذة. قول والتصريح، إيه تعريف التصريح بقى؟ ما قال لك لا يجوز أن يصرح، هيعرف لك إيه هو التصريح. والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح، أي ما يدل قطعا على قوة الإرادة في نكاح المخطوبة. وقوله كقوله للمعتدة أريد نكاحك، أو كقوله لها إذا انقضت عدتك نكحتك. وإنما حرم التصريح لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها، فربما تكذب في انقضاء العدة لما عهد على النساء من قلة الديانة وتضييع الأمانة، فإنهن ناقصات عقل ودين ولا بأس. دي مسألة بقى إحصائية، دي مش مسألة إيه إن إحنا بنعيب في الستات، ده مسألة إحصائية محضة. يعني لما يقعد كده
يشوف كام واحدة كذبت في عدتها وكام واحدة قليلت الديانة ويقارنهم بعدد النساء ككل، هيلاقي نسبتهم كبيرة فيهم. كويس؟ ولو عمل كده في الرجالة هيلاقي نسبتهم في الرجالة أقل. طب قالوا ليه نسبتهم في النساء أكثر؟ قال لأنهم ناقصات عقل ودين. ولا بأس أن يقول للمجوسية ونحوها: إذا أسلمت تزوجتك، لأن الحمل على الإسلام مطلوب، بخلاف العكس فإنه لا يجوز للكافر خطبة المسلمة بحال. قال ابن قاسم: ولم يتعرض الأصحاب ولا غيرهم لهذه الصورة. واضح الحتة اللي فيها. قول: ويجوز إلى آخره، فلا يحرم التعريض للمعتد غير الرجاء. التعريض أنه يقول كلام يحتمل معاني كثيرة. كويس؟ تعريض كده. يعني يقول لها: يا طلقك ده، أنت يتمناكي كل الرجال، حاجة غريبة أوي، إزاي طلقك الراجل ده؟ فهمت؟ أهي كلامك. كأنه بيشكر فيها يعني. هو الرجال اللي عندهم نظر راحوا فين بس؟ يطلقوك ليه بس؟ آخر بقى. هو ده تعريض. فهمت؟ المصريين يقولوا عليه بصبصة. ويجوز فلا يحرم التعريض للمعتد غير الرجعية، لكن لا يصح العقد المرتب عليه، ولكن يصح لا يصح العقد المرتب عليه إن وقع في العدة، فإن وقع بعد انقضاء العدة صح زي هناك. واضح؟ زي بالظبط. قوله: إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي، بشرط بقى يعني الطلاق الرجعي لا يصرح ولا يعرض، عشان يمكن الأولاني هيراجعها وتربي العيال ويستمر البيت، ما تخربوش أنت، خش في المسألة تخربه، سيبهم يمكن يستلحوا يا أخي. فهمت؟ طالما في فرصة إنها تعود لزوجها الأول. قوله: إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي، فإن كانت معتدة عن طلاق رجعي فلا يحل له التعريض كالتصريح، لأنها محبوسة بالطلاق، فقد تكذب ابتغاء ما له، ولأنها في حكم الزوجة، ومعلوم أن الزوجة يحرم التعريض لها كالتصريح. برضو ما ينفعش واحدة متزوجة أصلا وبعدين إيه بلغة المصريين تبصبص لها، يعني تقول لها كلام ما يليقش، تشكر في جمالها، تشكر في طبعها، تشكر في، طب ما هي متجوزه، انت مالك، انت ايه من ورا كلامك ده تقصد ايه؟ يعني تخربها على زوجها. فهمت ازاي؟ حتى يعني المزوجه مالكش دعوه بيها، بينك وبينها الكلام العادي المعتاد، لا تصريح ولا تلميح، ما تخربش بيتها. واضح؟ لأنها في حكم الزوجة، ومعلوم أن الزوجة يحرم التعريض لها كالتصريح، ومثلها الأمة المستفرشة لسيدها، فحكمها كحكم الزوجة ما لم يعرض عنها سيدها، وإلا فحكمها كحكم المعتدة كما قاله ابن شرف فيما كتبه على التحرير. قال هنا: ويجوز أن يعرض لها، أي للمعتدة غير الرجعية، أخذا من قوله إن لم تكن، وقول وينكحها بعد انقضاء عدتها، أي فإنه يصح حينئذ بخلافه. أنت عارف الآية اللي فيها الكلام ده اللي هي: ولا جناح عليكم أن، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النكاح أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا، تصريحه إلا أن تقولوا قولا معروفا، اللي هو التعريض، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. سورة البقرة كل الناس حافظينها الحمد لله. وقوله وينكحها بعد انقضاء عدتها، أي فإنه يصح حينئذ بخلافه قبل انقضاء عدتها، فإنه لا يصح كما مر. قول والتعريض ما لا يقطع بالرغبة في النكاح، ليه احتمالات، يعني يقول لها كلام تبقى هي مش فاهمة، هو يقصد انه هو نفسه اللي هيتجوزني ولا هيخطبني لاخوه، ولا ده ليه واحد صاحبه هو بيكلمني عشانه،
ولا عايز يجوزني لابوه ولا ايه الحكايه؟ تبقى مش فاهمه. ادي التعريض، يعني ما يحطش النقط على الحروف، تفضل الامور كده معلقه. واضح؟ ده التعريض. اي ما لابد، ما لا يدل دلاله قطعيه على قوه الاراده في النكاح. وقول بل يحتملها، اي بل يحتمل الرغبه في النكاح كما يحتمل عدمه. وسكت الشارح عن الاحتمال الثاني اختصارا مع علمه من قول بل يحتملها كقول الخاطب للمراه رب راغب فيك، اي كثير من يرغب فيك، لان رب للتقليل وللتكثير، فبنعرف امتى للتقليل وامتى للتكثير حسب السياق. رب راغب فيك اي كثير من يرغب فيك، فرب للتكثير. وكذلك قول انت جميله ومن يجد مثلك، قول اما المراه الخليه عن موانع النكاح الى اخره، مقابل المعتده التي فيها التفصيل بين التصريح والتعريض ما عدا الرجعيه. والحاصل ان الخليه عن موانع النكاح يجوز خطبتها تعريضا وتصريحا، والمنكوحة والمستفرشة لسيدها تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، ومثلها المعتدة الرجعية والمعتدة غير الرجعية تحرم خطبتها تصريحا وتجوز تعريضا. وحكم جواب الخطبة كحكمها حلا وحرمة، فحيث حلت الخطبة حل جوابها، وحيث حرمت حرم. يبقى لو خطبها خطبة حرام يحرم يجاوبوه، ولو خطبها خطبة حلال يحل يجاوبوه. خدت بالك؟ يعني خطبها وهي معتدة في عدتها، دي خطبة حرام، يحرم انها تجاوب ويحرم ان الولي يوعده. فاهم؟ كأنه ما سمعوش حاجة. واضح؟ قوله عن خطبة سابقة، أي غير الخلية عن خطبة سابقة، فتحرم خطبتها لخبر الشيخين واللفظ البخاري لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. لازم كمان لما يروح يخطب واحدة ما تكونش إيه؟ مخطوبة، لا تكون متجوزة ولا تكون مخطوبة لحد ولا تكون مشغولة بعدة وفاة ولا بعدة إيه رجعية. كل ده لازم يعرف الأخبار دي قبل ما يروح يتقدم. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. والمعنى في ذلك ما فيه من الإيذاء. والحاصل أنه تحرم الخطبة لكن بشروط، وهي أن تكون الخطبة الأولى جائزة بخلاف ما لو كانت محرمة، كأن خطبها الخطبة الأولى، وهي أن تكون الخطبة الأولى جائزة يعني جاوبوا له، بخلاف ما لو كانت محرمة. طب افرض اللي خطبها الأول خطبها خطبة حرام، يبقى ممكن تخطب أنت بقى على خطبته لأن خطبته حرام. واضح؟ كأن خطبها الأول في عدة غيره، فلا تحرم الخطبة الثانية إذ لا حق للأول. وأن يجاب الخاطب الأول برضه لازم كمان، مش مجرد أنه تقدم وقالوا له ادينا فرصة نرد عليك تبقى اسمها مخطوبة، لازم كمان يكونوا جاوبوه، يعني بلغة المصريين قروا الفتح مثلا. إنما طول ما هم لسه لم يجيبوه ممكن واحد تاني يتقدم، مفيش مشكلة. ما لو كانت محرمة كان خطبها الأول في عدة غير، فلا تحرم الخطبة الثانية إذ لا حق للأول. وأن يجاب الشرط الثاني، وأن يجاب الخاطب الأول صريحا ممن تعتبر إجابته وهو الولي إن كانت الزوجة مجبرة، ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة وهي مع الولي إن كان الخاطب غير كفء. لازم الولي وهي الاثنين يوافقوا لو كان الخاطب غير كفء، ما يكفيش موافقة أحدهم. يعني عشان يبقى في ولاية إجبار لازم يجبرها على واحد كفء وبمهر المثل وبنقد البلد، ولاية الإجبار عشان من إيه ما نظلمهاش. لكن ما فيش ولاية إجبار ويجيب لها واحد غير كفء ويديها مهر أقل من مهر المثل ونقول أصله أبوها بقى بيجبرها، ما ينفعش. واضح؟
لأن الكفاءة حق لهما معا، حق لهما للزوج ولولي الزوجة، كفاءة الزوج، والكفاءة مشتركة في جهة الرجل لا في جهة المرأة. واضح؟ يعني الراجل يتجوز أي ست ما يجراش حاجة، يبقى هو معاه دكتوراه وأستاذ في الجامعة وممكن يتجوز واحدة ما تعرفش تفك الخط، ما دخلتش مدرسة أصلا، ما يجراش حاجة. لكن هي معاها دكتوراه ما ينفعش تروح تتجوز واحد ما بيفكش الخط لأنه مش كفء ليها. تبقى هي أستاذة في الجامعة تتجوز واحد ما بيعرفش يقرأ، واخد بالك؟ هيقول لها يا أبلة بقى، وتقعد تعلمه وتضربه كل يوم وتذنبه، يبقى شغلان مش هتنفع الجواز. يبقى الكفاءة مطلوبة من جهة الرجل لا من جهة المرأة. فهمت ازاي؟ لأن الكفاءة حق لهما، حق للزوجة ألا تتزوج إلا كفءا لها. ليه بقى؟ علشان تبقى في قوام. أما تتجوز كفء يبقى هو قيم عليها، إنما ما تتجوز أقل من الكفاءة مش هيبقى في قوام، هتبقى هي رئيس البيت. طالما هي رئيس البيت بعد شوية هيضيق ذرعا، معناه هيطلقها بعد شوية ويزهق منها. يبقى احنا داخلين في عقد عارفين انه هينتهي بالطلاق من قبله، طب ما بنخشش فيه من الأول. فاهم؟ لكن ممكن هي تتنازل عن الكفاءة ويتنازل معها الولي لأسباب بقى أخرى، فاتها قطار الزواج أو شيء من هذا، واخد بالك؟ خلاص ما يجراش حاجة. هم بس هم يبقوا متفقين وعارفين، يكونوا متفقين وعارفين. واضح؟ لأن الكفاءة حق لهما معا، أي لولي الزوجة وللزوجة، والسيد إن كانت أمة غير مكاتبة، وهو مع الأمة إن كانت مكاتبة. والسلطان والسيد، يعني السيد ده لما يبقى إيه؟ ولاية إجبار يعني. إن كانت أمة غير مكاتبة، وهو مع الأمة إن كانت مكاتبة، والسلطان إن كانت المرأة مجنونة. كل دي أولياء، يعني هي مع الولي، هي مع الولي، أو إذا كانت أمة تبقى هي مع السيد إن كانت أمة غير مكاتبة، والسيد مع الأمة لو كانت مكاتبة. خدت بالك؟ دي اللي هي بالنسبة ل الإجابة يعني. والسلطان إن كانت المرأة مجنونة بالغة ولا أب ولا جد لها، اللي هي علشان علشان يوافق يعني. وأن يعلم الثاني بالخطبة. والشرط الثالث هنا كمان إنه يجاب وإنه يعلم إنه هم خطبوا، إنه وافق. وبجوازها وبإجابته، وأنها بالصريح، وأنها ممن تعتبر إجابته، وبحرمة الخطبة على الخطبة، وألا يحصل إعراض من الخاطب الأول. لازم كمان يبقى عارف إن حرام إن يخطب على خطبة دي غير عشان يأثم. لو ما كانش يعرف نقول له لا تأثم، بس ما تعملش كده تاني. وألا يحصل إعراض من الخاطب الأول برضو، إن الخاطب الأول لسه مستمر في التجهيزات وماشي في الزواج وتروح انت تخطب عليه، ما ينفعش. او المجيب، فان انتفى شرط من ذلك فلا حرم عليه. اذن ونكمل بعد الاذن. دخل وقت العشاء، يلا اذن. أشهد أن
سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. يبقى عايزين نشوف بقى شروط حرمة الخطبة على الخطبة. تاني باختصار كده، هو قال أول حاجة، أول شرط أن تكون الخطبة الأولى جائزة، وتاني شرط أن يجاب الخاطب الأول صريحا، وتالت شرط أن يعلم الثاني بالخطبة وبجوازها وبإجابتها، ورابع شرط أن تكون الإجابة صريحة، وخامس شرط وأن تكون الإجابة ممن تعتبر إجابته، وسادس شرط وأن يعلم بحرمة الخطبة على الخطبة اللي هو الحكم، وسابع شرط ألا يحصل إعراض من الخاطب الأول أو المجيب. فإن انتفى أحد هذه الشروط يبقى فلا حرمة عليه. يبقى في سبع شروط ذكرهم بس ورا بعض من غير أرقام كده، إحنا قريناهم بسرعة كده. قوله فيجوز خطبتها، جواب أما واعلم أنه يجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمناكحة أو نحوها كمعاملة، وأخذ علم ممن لا يصلح لذلك بذلا للنصيحة سواء استشير الذاكر أم لا. يعني لو كان في عيوب وانت عارف انه هيروح يخطب وجاه الولي بياخد رأيك، يبقى تذكر العيوب الموجودة مش تزود، تقول الموجودة على سبيل النصح بذلا للنصيحة سواء استشير الذاكر أم لا، ومحل ذلك إن لم يندفع مريد الاجتماع إلا بذكر جميع عيوبه، فإن كان يندفع بدونه بأن لم يحتج إلى ذكر شيء منها أو احتيج إلى ذكر بعضها فقط حرم ذكر شيء منها في الأول، اللي هو لو هيندفع بدون ذكر عيوب يبقى يحرم تذكر العيوب. يعني لو هو واثق في كلامك وتقول له ده لا يصلح لابنتك وسكت خلاص، يبقى يحرم في الحالة دي تذكر العيوب. لكن لو لن يندفع إلا بذكر العيوب يبقى تذكر العيوب اللي بيها يعني إيه يمتنع عن الإجابة من باب النصح. يعني حرم ذكر شيء منها في الأول والزيادة ولا تزيد على العيوب اللي هي موجودة، لكن هو اندفع بذكر أقلها فما تزودش. يعني افرض هو مثلا مدخن وما بيصليش مثلا وعصبي المزاج وبخيل، واخد بالك، وسنه كبير
وسبق له الزواج وكان بيضرب مراته الأولانية، ضرب للنساء، قد ست عيوبه. وبعدين رايح يكفي انك انت تقول احدها وخلاص، لو هيندفع تختار الحاجة الاقوى مثلا في نظرك. افرض الراجل ده راجل دين، فكفاية تقول له ده ما بيصليش، دي في حد ذاتها هيخليه يمتنع. المهم بقى تقول له الباقي، فهمت؟ لكن افرض نفس الولي ده ما بيصليش، ولو قلت له ما بيصليش هقول لك ما يجراش حاجة، ده معنى ما بيصليش، يبقى اقول له بقى اي حاجة تانية. ده بيضرب الستات، تقول له العيب اللي هو ايه يعني، ايه يؤثر يخليه يرفض، فهمتني ازاي؟ او مثلا التدخين، هو اصلا مدخن، لما تقول له يدخن ايه يعني، احنا بندخن كلنا بندخن وزيتنا في ايدينا، واخد بالك، ونجيب جوزه وبتاع وتبقى العيله، لا ما ينفع. يبقى لازم تقول العيب اللي هو ايه موجود فيه، وفي نفس الوقت ينفر الاخر، مش شرط تستوعب كل العيوب. فلو اكتفى بهذا وجيت انت زودت وبقيت جبت بقية العيوب، يبقى حرام، دخلنا في الغيبة، فهمت بقى؟ فإن كان يندفع بدونه بأن لم يحتاج إلى ذكر شيء منها أو احتاج إلى ذكر بعضها، فقد حرم ذكر شيء منها في الأول والزيادة على البعض المحتاج إليه في الثاني، وهذا من المسائل التي تباح فيها الغيبة اللي هي النصح يعني. وقد نظمها بعضهم في قوله: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، لقب ومستفت وفسق ظاهر، والظلم تحذير مزيل مزيل المنكر. كويس؟ يبقى القدح اللي هي الغيبة يعني ليس بغيبة، ذكر العيوب يعني القدح اللي هو ذكر العيوب ليس بغيبة في ستة أحوال: متظلم عند إيه؟ عند القاضي، ومعرف تعريف، تقول له شفت فلان اللي كان معايا امبارح، يقول لك مين؟ تقول له كان قصير شوية، يقول لك آه، يبقى أنت بتعرفه. كويس؟ زي يقول لك الأعمش عند علماء الحديث، يقول لك الأعرج، كل ده يقصد التعريف لا يقصد الانتقاص. ومحذر على سبيل التحذير، زي هنا يحذره فيسقط. ولمظهر فسقا، يعني واحد بيعمل المعصية علنا، يبقى لك أن تحذر منه بمعصيته المعلنة، مش بمعصيته اللي انت تعرفها بيعملها في السر، يعني هو بيعمل معصية في الإعلان ومعصية في السر، انت تذكر معصية الإعلان ما تذكرش معصية السر. واضح؟ ولمظهر فسقا ومستفت، وعند الفتية لما يروح للمفتي ياخد رأيه، زي ستنا هند لما راحت لرسول الله قالت له زوجي بخيل، أفأخذ من ماله أنفق به على أولاده؟ قالت بخيله، والنبي ما قالش كده غيبة لأنها بتستفتي، فالنبي قال خذي بالمعروف. ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، زي ما يروح يعمل بلاغ بوليس علشان مثلا إيه جاره بيأذيه، واخد بالك، عشان يزيل المنكر بتاعه. لقب، أو واحد لقبه كده، واحد لقبه قبل أنت ما تتولد اسمه الأعور، فبتناديه تقول له يعور تعال، فهمت إزاي؟ لا، لقبه كده هنعمل إيه؟ في واحد تلاقي اسمه عيلته اسمها الجحش، فهمت؟ خلاص تقول له تعالى يا جحش، هي ده لقبه، انت ما تقصدش انك انت ايه تعيب فيه. ففي بعض الالقاب كده. ومستفتن، وفسق ظاهر، هو جاي مستفتي هنا ايه لمرضين، وفسق ظاهر، وبرضه هنا ايه برضه ايه مكرر ظاهر. وقال بعضهم يبقى دي ايه، وقال بعضهم ايضا لقب ومستفت، واللقب هنا مذكور في النكف معرف، قلت بالك اللقب هنا مذكور في الاولاني في قولي معرف. قول والنساء على ضربين، يعني من حيث الاجبار على النكاح وعدم، نكمل دول المرة الجاية اللي هي انواع النكاح، انواع النساء من حيث الاجبار وعدمه ان شاء الله. ايوه اتفضل.
الرافع. يسن انه يخطب قبل الإجابة قبل القبول. اي حتى لا لا يحب انهم اعرضوا عن ده ياما عقود بعد ما عقدوا طلقوا وهم قاعدين بيعملوا العقد يختلفوا في المؤخر وتنهم مروحين ويطفوا النور. مش بتحصل كده؟ يختلفوا في القايمة والمعازيم جايين وكل حاجة وقاعدين ويختلفوا في القايمة. ما شفتش انت الافلام اللي جابوا القضايا دي فيها؟ طيب بتحصل يعني بتحصل، ممكن يحصل اي حاجة. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.